السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم واحد الطريقه اخرى ديال الست في الطاجين، الطريقه المعتاده اللي ديجا درت في الفيديو الاخرين كلشي كيديرها وبارفوا كنبداو نمدو منها. اليوم غادي درت الطاجين على طريقه سوغ بحال لاترونج اللي كنديروهم نورمالمون غير الحوت، علاش ما نديروهمش حتى في اللحم ولا الدجاج؟ هكا كنبدلو المنظر او ميم طون كان ما نملوش من الطاجين، حيت كنعرف الناس ان كاين اللي كيدير الطاجين ديما، ماشي كلشي كيدير الكوكوت، كاين اللي اغلبيه الوقت الماكله ديالو هي الطاجين. باش تحط تقدم الطاجين ديما على نفس الطريقه كتجي شويه ممله. اليوم درنا الطاجين كما كنديرو عاده، كنقطعت بطاطا دي طرونش هكا وقطعت خيزوات طرونش، وهنا في الطريقه العاديه كنديرو الحفوق من اللحم، كنديرو بصيله ديالنا مسلطه ومطيشة ديالنا مشلطة وكنرشو بالربيع من الفوق. حنا انا هاد الطاجين مثلا هاد ديال جوج حتى ربعة الاشخاص كندير فيها اللحم على حسب الطوق وعلى حسب بيان سيغ الكمية، ايضا بصلة وحدة مشلطة وكنخلي منها واحد شوية باش كنديرو طرونش، مطيشة وحدة مشلطة كندير خلي منها تاي شوية باش كنديرها من الفوق، ربيع على حسب الطوق كنديرو ملي كيتقلى اللحم، وعاود كنرش بيه هكا كنزوق به. بطاطا وحده كتكون كبيره وجوج خيزوات، انا قطعت كلشي طرونش ودرتهم يطيبوا، ومني يبان لكم المرقه ديالكم طابت وتقادات تهزوا بمعلقه وترشوا بها من الفوق باش تجي الخضره حتى هي بنينه. والماء الا بان لكم الطاجين نشف ديروا الماء طايب، ما ديروش الماء، نديروش الماء بارد لان ممكن يتهرس لكم الطاجين وحتى باش تزربوا دغيا في الطياب. وايضا مثلا الناس اللي كيتحرقوا ليهم الطاجين ديالهم يديروا عويدات ديال الربيع تحت من اللحم في الوسط ديال الطاجين لانه نورمالمون هو اللي كيتحرق بزاف. نخليكم مع التقديم النهائي ديال الطاجين.